جيلان الهمامي قيادي في حزب العمال قال هذا منذ يومين ثلاثة أيام تقريبا، نقل عن شبكة عليسة وتشوف، الانقسام في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وصل إلى نقطة لا عودة، ومحاولات الطبوبي لاستدراج المعارضين فشلت. هذا واحد. خلينا نقرأ بالله التدوينة لسامة طارح حكيت عليها منذ قليل سريعا جدا، حطوه على الشاشة إذا كان ممكن. يقول لك أنه تساءل سامي الطهري هذا في تدوينة على الفيسبوك، تساءل كثيرون أين الاتحاد وأين الأمين العام وأين الناطق الرسمي، سؤال غالبا ما تكون وراءه رغبة واعية مسؤولة تطلب الاتحاد ليلعب دوره التاريخي، لكن بعضهم وراء سؤالهم فكرة تشكيك وضرب مصداقية والتغذية الإشاعة. نوضح أن هناك تعليمات من الحكم إلى جانب قرار رقابة ذاتية من بعض المؤسسات الإعلامية لتفادي بل تجنب بل قطع مع دعوة أي مسؤول نقابي، فضلا العبارة المفضلة عن استخدام منابرها للتهجم على الاتحاد بإطلاق ألسنة بذيئة أو دعوة أقلام رخيصة للتهجم على الاتحاد كما جاء في صحيفة غراء نهاية الأسبوع. سنعول على وسائلنا الخاصة لإبلاغ صوتنا وندعو النقابيات والنقابين لاستخدام كل الوسائط لفك الحصار ومنع التضييق وتجاوز ابتزاز الإعلام الخاص الخاضع ذاته للابتزاز، وتأكيد على رفض تحول الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي رئاسوي. لم نغب بل تم تغيبنا. وحينها بعدين يقولك هذه السياسة سارية ضد كل صوت معارض للصوت القائمة. تعليقك في مداخلة ختامية دكتور؟ يلا شوف سي حسين، أولا أنا مرة أخرى شاطر رأي الصديق حسن، لكن بكل لطف لا علاقة للمحافظين بالسلفي، معناتها هذايا وأنا مع أنه المسيطرين على الاتحاد سلفي، الفرق ببساطة كبيرة ياسر. مهم أن نقول لك لماذا، لأنه نحن يوميا نأكل على روسنا نحن المحافظين. المحافظين ما عندهم حتى علاقة بالسلفية، هي فكرة المحافظة أن نحافظ على حد أدنى من شروط البقاء المادي وشروط البقاء الروحي أو الثقافي، اللي دونها لا يمكن التطور. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أنه المحافظين في الأخر هم العكس متاع اليقى، لأنه شكون اللي قاعد يتشبث بشخوص سابقة ومراحل سابقة؟ هم اللي يصدقوا بالتقدم. إذن نحن أقرب ناس للتقدم. المحافظة هي رؤية تاريخية وليست علاقة لها علاقة ب رؤية للثقافة والتاريخ، وليس لها علاقة بالتطور هذايا اللي يحكيوا عليه باتجاه الثورة مش باتجاه العلم به. إذن أنا شاطر في نعت السلفية ولكن هما ما مش محافظين. نقطة ثانية، الاتحاد راهو مؤسسة ضرورية، مؤسسة ضرورية لأنه مؤسسة ممثلة للقوى العاملة في تونس، وهو مؤسسة ضرورية كمؤسسة رقابية، بمعنى أنه نحن الفشل متاع الثورة التونسية، لأن يعني فشلنا فشل متاع الانتقال الديمقراطي بلتو، هو مش في قوة السلطة أو في الثورة المضادة، وإنما في ضعف أدوات الرقابة. دور الاتحاد هذا التكلس وين صار، أنه أدى التكلس الفئل السياسي والانتماء إلى الأحزاب أكثر منه المؤسسة النقابية. اليوم وصلنا إلى أنه أصبحت النقابة تتماهى مع دور السلطة، وأصبحت تدافع على السلطة. وقت اللي واحد يخرج من النقابات الأمنية يعبر على وجهة نظر الاتحاد وزارة الداخلية، وقت اللي سامي الطاهر يقول خذها ولا تخافتي، أنت الخصم الأساسي للسلطة، أنت تنزلت على الخصومة هذيك واللي تدافع عليها من أجل العمال الديولوجي والصمال الديولوجي متاعك. به إيش نعمله في الحالة هذه؟ أنت في الأصل تقال لأنك لا تلعب دور الرقيب على السلطة. فما باش نحكيو على المستقبل سي نعم. سي حسين، لنتحدث في المستقبل. لا يجب التخلي على الاتحاد ولا على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لسببين. أولا لأنه الأولى تعنى بالشأن الاجتماعي، والثانية تعنى شأن ما بنينا بالشأن السياسي به، وهي مؤسسات رقابية حمائية ثم عندها نفس البنية متاع السلطة الحاكمة، لأنه المؤسستين هذوما أولا هما بناء وطنية نحن بنيناهم، ماهوش مجتمع مدني متاع سوروس، وإنما مجتمع بعرق التوانس هذا، وعنده تاريخ وعنده إرث
نحب عليه، وعنده كذلك هوية كما قال صديق، وعنده بنية محلية جهوية وطني، يعني هي البنية الموازية للسلطة، ولذا نحتاج لها. اثنين، يجب إنقاذ الاتحاد من قيادتهم البيروقراطية، وبذلك بمسألتين: أولا التراجع على الردة اللي عملوها عام 2021 8 و9 جويلية سي حسين، عملوا يعني مؤتمر استثنائي أو هيئة إدارية ما نعرفش كيفاش في نهارين في وقت الكورونا في سوسة ب 300 مليون لوتيل، يعني 600 مليون من عرق الخدامة، مشيوا في مؤتمر. المؤتمر هذية باش يعملوا فيه شنو؟ باش ينحيوا فيه بند فصل، يعني نحكي على فاصل 20 اللي هو يمنع الناس من عهدة ثالثة، ولكن بشرط تجديد الثلث نتاع المكتب التنفيذي. ردوه، عندك الحق في ما يتجاوز العهدة الثانية، يعني نجم حتى 16 مرة سمي انقلاب ذاك الوقت. نعم سمعني سي حسين، ويتشدقوا اليوم الناس هذو ما يتشدقوا بي باش يحكيوا على تغيير القانون الانتخابي وكذا، واحد وكل اللي شفناه في الواحد، والناس اللي تؤمن بالتعددية السياسية وما تؤمنش بالتعددية النقابية وتؤمن بكل شيء انه نعملوا حكي وحريري. لكن انا نختلف فيش انه في وسط الاتحاد ثم صحيح اليسار الوطني والبوكت اللي كل ما يتحدث لا يتحدث بطريقة مبدئية ولكن يتحدث بطريقة قديمة انتهازية. المشكل مش في التنوع، المشكل في السيطرة، مش السيطرة صحيح تنوعات ولا التنوع، ولكن موجودين. لأنه اليوم نجم نتحدث على ثلاثة تيارات في الاتحاد: تيار الإيديولوجي والمهيمن عليه البوكت والوطني عشوائي القلة القومية، ولكن فما الانتهازية النقابية. فما ناس انتهازيين فقط حشتهم بالمنافع، حشتهم بأنه يعمل تفرغ النقابي في نفس الوقت يكون معني بالترقيات وتكون عنده علاقة بالسلطة يعني بالإدارة باش ينجم يليق أموره. وهو واحد من رموز التيار النقابي اللي أصبح عنده حزب، قال أنا بنتي أنا ساندت عبيد، خلي ما منعش بنتي ولا منعونش بنتي باش تدخل الطب معدل قليل. يعني ناس أثبتت أنه تحب تتفرغ من أجل القرب من السلطة وتقضي قيادة. يعني فما جانب انتهازي، فما انتهازي نقابي، فما جانب آخر اللي هما العاشوريين اللي هما ما يسمى بالنقابيين القاعديين اللي هما موجودين مثلا في قطاع النقل، موجودين في قطاع الصحة. شكون اللي هيمن اليوم؟ اللي هيمن هو اليسار الإيديولوجي بشقيه البوكت والوطد والقوميين على جامعات الإعلام وجامعات التعليم الثانوي والاجتماعي والعالي. مثلا في التعليم العالي منعوا التعددية، توعنا صديقنا زيد بن عمر اللي هو قام بمجهود جبار من أجل بناء نقابة إجابة، ومن بعد دمروه. ومن بعد كي تجي تقول له أنت علاش ترفض التعددية النقابية، شي يقول لك ليه؟ أنا نحب السلطة تتفاوض مع من يمثله الأكثر تمثيلية. حسين الأغلبية، علاش الأغلبية؟ لهناش تولي اللي رفضوه في السياسة، ما هذا هو اليسار التونسي اللي يرفضوه في السياسة، هي سياسة العتبة، ويقول لك ليه الديمقراطية اللي تحمد الأقلية. بعد في الـ في الـ في الـ في النقابة يولي يعطيه العتبة الأعلى، أنه يعني الانتهازية شنية؟ هني اليوم في المجال السياسي نقيض المجال النقابي، وانا ومصلحتي والجيلين الهمين. نعم. قال لك هذا باش يضرب الطبوبي مش باش يضرب الرفاق واللي مسيطرين على الواحد، لانه العاشوريين للاسف الشديد هما الهويه الاساسيه نتاع النقاب. اذا انا باش نطالب في كلمتي، يجب فرض كيما صارت انتخابات ايا كان شكلها، وانا ناقد لها ولا اعترف بتباعها بنتائجها، ولكن كيما الناس قبلت بالانتخابات مثلا، قولوا قبلوا هما بالانتخابات. نعم. اللي هي بالنسبة لنا احنا غير نزيه، ولكن يجب فرض الانتخابات على الاتحاد العام التونسي الطلبة وعلى الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. في بالك سي حسين اللي حتى واحد يدخل الرابطة؟ ما ينجم حتى واحد يدخل الرابطة، ما ينجم لأنه مغلق، نادي مغلق هيمن عليه، تو يحكيوا على حقوق الإنسان ومنعين الناس باش تدخل باش تمارس حقها في الترشح. ونتحدى القيادة متاع الاتحاد والقيادة متاع الرابطة بكل لطف النكرة الكلام هذا، ولكن بالحق نتحديهم أنهم يعلنوا على يعني ديمقراطية في الترشح،
ويغيروا لي فيرو اللي عاملينهم باش ما يطلع كان سامي الطاهر اللي هو له لشفاليزا ولو حتى شيء. يعني يحبوا يفرضوا علينا المدوبلين اللي مدوبلين سياسيا ونقابين. ويلزم يتقال الكلام هذايا معناتها يلزم يتقال بالسيف، يفرضوا علينا الرؤيه المتكلسه نتاعهم والانتهازيه نتاعهم كذا. ولذا ان شاء الله نشوفوا نهار توا المجتمع المدني والاعلامي يهتم بديمقراطية نقبية وبديمقراطية حقوقية كما كان مهتم بالديمقراطية. شكرا جزيلا مع ضرورة التأكيد على أنه سي حسين لو إذا كان ما فماش دقيقة بل إذا كان ما فماش رقابة على السلطة راهو باش نواصلوا في نفس الوضع. والضعف الديمقراطية يجي من ضعف المؤسسات الرقابية، هذا ايش حاب نقوله سامحني. نعم، ولا يجب أن يكون وطية طبعا لضرب اتحاد في هذا الظرف. كما قلت هو رافعة اجتماعية، ما بقي للعمال إلا منظمتهم النقابية. طبعا دورهم وحقهم باش يطوروها، و لست أدري أنه يطوروا انتخاباتها أو يصلحوها من الداخل، ولكن أن تبقى في وجه هالموجة هذه متاع ارتفاع التضخم، غياب يعني زيادة في الأسعار في الرواتب وغيره. جزيل الشكر دكتور جمال الدين الهاني أخصائي نفسي، تحية للمقاومة. نعم، أنظمة المتواطئة، وتحية لكل شهدائنا الأبرار. جميل جدا، ربي يثبتهم إن شاء الله. جميل هاني الأخصائي النفسي والباحث، وجزيل الشكر لسيد حسن طرابلسي الباحث والمتخصص في موضوع الهجرة. لقاؤنا تجدد معكم إن شاء الله غدوة بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.